هذه شقة مفروشة ماخذين فيها غرف يسوون مساج وحلاقة وكل المخالفات، كل واحد ماخذ له شقة. يقاومون كم قاومون رجال الأمن. كلهم يسوون مساج. الله يقويكم يا رجال الأمن على كل من يخل بالأمن. أصبحوا مجموعة كبيرة الآن. هذا أحمد الشقق فندقية مفروشة. نعم فندقية، تم التنسيق معهم عن طريق عميل قبلي. إيه. والحجز وعلى أساس مساج وكذلك حلاق. نعم يحلقون وجهه. حلاقة ومساج طبعا يستقبل، خليك تنتظر تحت في الريسبشن مدة 10 دقائق ربع ساعة يتأكد من الخارج، بعدين يختار لك أحد الغرف دخل، بعد ذلك يجيك هو من هنا. لكن الحمد لله بتعاون إدارة التحريات والبحث الجنائي والضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض تم وجهدكم انتم الله يعطيكم العافيه وجه وزاره الموارد البشريه الاخ فيصل ميداني حياك الله. يعني هذولي اكثروا والناس ما يدرون اللي خالف النظام ويجي لهالقاذورات هذولي هالناس هذولي اللي اصلا هم هاربين من كفلائهم ومخالفين، يعني يعرض نفسه للمساءله. تخيل انه يفتح عليك الباب وان جالس عند هذا يسوي مساج ولا تحلق، يعني ما تسوى عليك، والله ما تسوى. كيف يعني انت تخالف نظام بلدك او مقيم تخالف نظام هذا البلد مع هل بدل ما تبلغ عنهم جالس تدعمهم؟ غرف مجهزينها طبعا، يعني هذه اصلا ما هو مركز بهذا الشكل. في نور انه متوقع بعدين عندهم مكان الهروب حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا غرف القذره، شوفوا كميه ارقام الزباين عند كل واحد منهم، كل زبون يجي يعني شوفوا كل دليل بيانات عندهم، دليل هاتف لكل واحد وعمله وش اسمه. تجهيزات كاملة، غرف مجهزة، حتى تمديدات الشاور، غرفة الحمام المغربي برضه مجهزة ومن زمن واضح. هذه الغرف اللي مؤجرة لهم، طبعا هم كلهم الجنسية الفلبينية. كيف استأجروا؟ استأجروا عن طريق شخص آخر من الجنسية المصرية. أي. حسب إفادة طبعا الاستقبال اللي بالاستقبال برضه. استقبال يقول العقد الأجار 5 غرف كلها باسم مصري. أها. والآن بتخطون الإجراءات عن طريق التحريات والبحث عن الشخص والقبض. بحث الارتدادات عن سكنهم في غرف خارجية، يعني لازم بحث الكامل وين ممكن يكونوا موجودين. فيصل حمداني مفتش في وزارة الموارد البشرية حياك الله. الآن المفروض في الريسبشن في سعودي. صحيح. بالنسبة للعمل موظف استقبال بقصوا على سعوديين، وجود عامل وافد يعتبر مخالف للنظام راح يطبق عليه مخالفة المادة 36 من نظام العمل، في عقوبات مالية ومحاسبة صاحب العمل. وش اللي هنا؟ عامل واحد. مش على الكفالة. مش على الكفالة بس. اها. على غير صاحب العمل. الآن عليهم عقوبات برضه؟ في عقوبات مالية وفي عقوبات محاسبة صاحب العمل في حالة الجهد الاختصاصي لتشغيل عامل على غير الكفالة. يعطيكم العافية.